مساكم الله بالخير سيداتي يا عنساتي سادتي. واليوم حق الليلة بصير يوم حلاوة. اليوم حق الليلة طرشولي اللوكيشن بي بيتكم، والله طرشولي اللوكيشن الحين بي بيتكم بيوم حلاوة. مما تعطوني حلاوة تقولون انت كبير؟ لا عادي انا ياه العود، اعطوني عادي، اعطوني شيء غالي، ابا حلاوة غالية شيء اوكي، اعطوني كف. مو بتعطوني كله بيستاسيو سنجاب، انا اعطوني كف، اعطوني حلاوة ابا شيء غالي. شال تشيستي وياي، والله بعدها فاضي الحين بصير يجمع. يا اخي انا لاحظت شيء حق الليله مو بنفس قبل، قبل يحطون لنا ريالات ويا الحلاوه، الحين ما يحطوا ريالات يا اخي، بس حلاوه خاليه. انتوا بلاكم كم مستوين زط، حطوا ريالات قبل يغرف لك حلاوه ورمل وريالات. ما ادري انت مو وين دافنين الحلاوه، ليش تي رمل فيها الكيس رمل عقب حلاوه عقب ريال، على الاقل كان في ريالات. الحين زط ما يحطون كله حلاوه، بلاكم كم متغيرين. والله حلاوة قبل كلها عليها رمل غبار يا اخي، انتوا ليش عاطينا حلاوة عليها رمل؟ اغسلوا الحلاوة قبل لا تعطونا، اعطونا شيء مغسول بنتسمم. والله اما اليهال الحين كيف مدلعين يا اخي، والله كيف مدلعينهم، يعطونا حلاوة تقول باقة شي قراطيس وورد وحلاوة وكافي داخل وحركات تقول هل ياهل مربي؟ انتوا ليش عاطينا؟ ليش عاطينا هدايا مال حوامل؟ اعطوا حلاوة حطوا له في الكيس، ليش ما دلعتونا شي قبل؟ عاطينا حلاوة عليها رمل، تاكل حلاوة كلها ترابري. والله يا هال الحين كيف احسدهم يا اخي، والله كيف مدلعينهم، نحن ما دلعونا شي. والله يعطونا حلاوه في كرتون وعليه رسوم ومدلعينه وقراطيس ويحطون بطاقه فوق، حاشا انا لو مسوي حادث ما يبتوا لي هالشيء. والله كيف يا اخي احسدهم، والله والله من كثر الاشياء اللي حاطينه داخل، من كثر الاشياء الكشخه اللي في الكرتون، انا ساعات اشيك طالع اقول يمكن حاطينهم ايفون بعد. والله وايد مدلعينهم، ليش ما دلعتونا نحن شي قبل؟ صح ان كنا تشمك وحشكل، لكن بعد كنا يهال نفسهم، يهال يهال، ما فينا نحن ثلاث ريول هم ريلين. انا عصبت الحين، والله ابغى شيء حلو نفسهم. يوم بتحطوا لي يا تحطوا لي حلاوه شي اوكي، هاي مال لندن شو اسمها ورثرولين، او ممكن تحطوا لي ايفون، انا ما ابغى شيء. تقصون علي تحطوا لي بيستاسيو وتقول سنجاب، ما ابغى. قبل يوم نسير حق الليل والله تقول ساير جهاد، تمشي في الفريج حافي اخبار لين هي لين بطنك، تمشي 15 كيلو من فريج لفريج، ليش الزيارة كلها؟ عشان حلاوة؟ وما تعرف في النص أنت تضارب يا الفريج الثاني تلاقون ياك وما ياخذون الحلاوة وما يشيلون الحلاوة إلا من أكثر واحد، يعرفون ما بيسوي شيء. والله يسرقون. أما الحين الصغارين يجونك البيت شي كيوت نظاف ومرتبين مدلوعين وشي، والله احترام وكيوت، زاخين يد بعض، ريحتهم حتى حلوة، تقول شامبو ولوشن يمشون يا بعض، صوتهم ناعت يعطوننا حق ليلة. ووي بديتكم. مره واحده صرت حق الليله في حياتي، من بعدها ندمت، كلها قاعد في البيت اوني شي كبير وحركات مو مال استوال، انا اعطي الصغار يا حلاوه، انت بلاك قاص على عمرك تنقو. المهم مره واحده صرت، والله تلاقيت يا الربع وين اتفقنا نسير، اتفقنا نسير زعبيل، ليش؟ لان فلوس هناك بيعطونا شيء اوكي، بيعطوني يمكن يحطون يا الحلاوه شي قوم بخمس. على في السطوه كنا نسير في السطوه ما يعطونا غير يوز وزبيب، شو تبون تدخون في راح؟ انت ليش عاطي شو اسوي بهذا؟ والله تقص علي تعطيني حبه يوز وزبيب، ها شو اسوي؟ ازرعه اسوي فيه بحث علوم؟ شو اسوي فاضي؟ عطنا شيء مثل الناس، عطنا حلاوه مثل الناس، عطنا كافي. المهم وصلنا زعبيل وانا شال كيس اكبر عني، متحمس نص الدرب ما ادري شال الكيس، انت ليش معذب عمرك شال كيس طول زين. وصلنا زعبيل عقب ما يمعنا حصلنا بيت، شي صرنا عند البيت، الباب كان مفتوح، قالوا لي نواف تتجدم وقول عطونا حق ليلة. ليش انا مالي اذاعه مدرسيه؟ ليش تجدموني انا صارخ؟ لا عشان يشوفونك صغير وهم يطلعون عقب نحن ما نطلع وراك. انت ايش سهرين ضرابه نحن؟ ليش مسويها حق ليلة ولا الحرب خدعه؟ انتوا ليش تطلعون عقبي؟ كلنا بنسير يا بعض. المهم جدموني قصوا علي والله وانا صارخ بعد متحمس، عطونا حق ليلة وطلعت العيوز. قلت الحين خلاص الحين طلعت عيوز عطاها تعطينا حلاوه وايد. سويت لنا الحركه قالت لنا روحوا. ليش روحوا؟ ليش متغيره علينا؟ اعطينا حق ليله لا؟ وانا بعد اقص عليها ونعطونا حق ليله الله يعطيكم، انت ليش تبغى تقص عليها عشان حلاوه؟ عصبت علينا العيوز، كانت اشر حق كلبها راقد في الحوش، اول ما نش الكلب قلت وابوك انا الحين كيف اركض كيس الحلاوه راح اثقل عني؟ قلت نواف يا تفر الكيس يا تنقذ حياتك، قلت والله ما فر الكيس مجمع حلاوه الكثر، واسوي حركه ليلامي حطيت الكيس على كتفي ورا ويمع الكندوره وحطها في الشارع وصد ورا، اول ما صديت ورا نحن 20 واحد قول سيرين ضرابه، اول ما رضوا سووا كل اخبار، انا حوين اسير؟ ركضت كل سيده رديت البيت قلت توبه ما اصير حق ليله.
رديت البيت اخبار لهني تقولها اللي يركضون سباق الهجر وراد البيت متاخر كان يضربوني. إذا ليش تضربوني انا؟ شو سويت يعني؟ لا حلاوه مثل الناس لا وناس، واخر شيء اتكفخ بعد بناكم شي حسودين. انا عشان شي والله انا مظلوم يوم صغير عشان شي مهموم. يوزعون باكي حق الليلة فلوس، عندهم فلوس والله. قبل اللي يوزع باكي يعني عنده فلوس. انا قبل اذا حصلت حبة باكي طايحة في البيت اشيلها احتفظ فيها 3 سنين. فلوس حبة الباكي يعني 500 عندك. يا سلام يا سلام يا سلام، تجهيزات امي يا سلام. امي ليش هالكثر بتوزعين على كوكب؟ ليش هالكثر مزوية؟ يا سلام يا سلام، تسلم ايدك الصراحة. والله يحبهم اليهال اللي بيشلون عن امي. وي شو حطاني؟ حط عبور؟ ايه حق الحريم. الحريم ليش يبون حق الليل حق الصغارية؟ ليش حاطط لهم عطور؟ استغفر الله. يوم اقول لكم مدلعين الحين. والله طالع كله عطور. خالاتك اوريو؟ اوريو؟ ايه اعطيهم شيء كثرة، اعطيتهم بونتي؟ ليش؟ ليش الخساير؟ هذا شو بعد؟ انا والله شاك انه حاطين ايفون. والله شاك انه حاطين ايفون مني منك. اكيد مدلعينهم. حياكم حياكم بيتنا حق الليل. مو تقول عزم كل حد، حياكم بيتنا حق الليل. والله وزع عليكم حلاوه. يبوا الصغاريه كم ما خوفتم انا اعطيهم كم حلاوه براويكم انا. يبوا اول شيء حقنا بعدين بنعطيهم. مو تقول اول شيء حقنا عقب نحن اعطيكم. سلم استلم.